examination راح نبدي أول شيء من الجنرال بالobstetrical examination نبدي أول شيء من الجنرال نكمل الجنرال نجي على الأبدومن الأبدومن راح نبدي بيها عادي حال على أي examination نبدي أول شيء inspection from the end of the bed ورا ما نكمل الinspection اللي هي عادي من أي inspection palpation superficial والdeep نجي على obstetrical examination أهم شيء بيها اللي هو الفندل هاي نبدي من the sternum والهاند مالتنا تكون بهاي الطريقة ونبدي نسوي descending شوية شوية لحد ما نحس اكو resistance high resistance راح نحسه هو هذا الفندل هاي طبعا نقدر نقيسه two method يا أما احنا يجي roughly نحط بان رقم اعتمادا عن اذا طلع ورا من البلفيك هذا معناته هو بال 12 ويك يم الامبلايكس 22 يم الزفسترنوم 36 اوكي ورا ال 36 راح يصير بلايتنينج يعني راح يبدي ينزل جوا ال 36 اوكي ورا ما كملنا هاي عرفنا الفاندل هايت اكو طريقه ثانيه اللي هي بالتيب ميجر تيب ميجر دكتور عبد الرزاق ما يحبها وبقيها من يكون يحبها الحد يسويها اوكي وراها راح نبدي بالجريب عندنا اول واحد اللي هو الفاندل جريب فاندل جريب راح تكون الاور فيس للفيس مال بيشنت اوكي وراح نبدي طبعا الفائده مالته نشوف which part of which fetus part occupying الفاندل اوكي راح نبدي نحس باصابعنا اول شيء تسوي هنا بس بريشر خفيفه ونحس هنا كذلك الثانيه همينه ونشوف هسه هنا هذا امتي كل شيء ما بي اوكي بعدين اللاترال اللاترال الفائده مالته شنو اول شيء نحدد الامنيوتيك فلويد ايش قد الاماونت مالتها ممكن يعطينا فد انديكيشن هيك خفيفه ثاني شغله نشوف اللاي مال الفيتاس ثلاثه نشوف النمبر اوف فيتاس هم يقدر يعطينا وكذلك نشوف الدايركشن مال باك على مود يفيدنا بالفيتال هارت نسمع بالانتيرير شولدر اوكي الطريقه مالته همين الفيس مالتنا على الفيس مال بيشنت وهاي الهاند الاولى ندفع شوي ونحس بيها اوكي طبعا شلون نعرف نفرق الفيس الهيد من الاكستريميتيز تكون الفيس يكون او الهيد قصدي يكون هارد ويكون هو هارد وبالوتابل ويكون راوند اما الاكستريميتيز تكون irregular وتكون سوفت وبنفس الوقت تكون نوت بالوتابل اوكي هسه هذا تقريبا هو هذا الفيس اذا اريد الهيد قصدي لانه هو هارد وهنا الاكستريميتيز هذا اللاي مالته هو ترانسفيرس لاي الفيتس كم النهايه الثانيه نجي على الثالثه اللي هي البلفيك بها تو الاولى اللي هي بس مجرد انه نحط تو هاند سوبرا بيوبيك ونشوف هاي تفيدنا بشنو تفيدنا انه نعرف ويتش بارت هو البريزنتنج بارت مال الفيتس اوكي اللي هي مجرد همين مجرد احساس حالها حال الفاندل هايت همين نشوف ويتش دايت اما الثانيه اللي هي ايدنا الرايت هاند او الليفت حسب انه منو الدوميننت هاد عندنا نشوف اذا هو هذا صاير بي انجيج البريزنتنج بارت صاير بي انجيجمنت لو لا شلون نحسه ونشوفه اذا موفبل هذا نوت انجيج اما اذا فيكست فهذا انجيج